طبعا هذه المظلة المتنقلة للسيارات، هي طبعا القاعدة للمظلة تنفتح بالمفتاح مثل ما انتم شايفين. بعدين ثبت القاعدة على السيارة تقريبا بالوسط بشكل تغريبي ونثبتها بهالصورة. هالطريقة ثبتت، هذه نقدر نخليها ثابتة على السيارة. هذا واحد. رقم اثنين، القاعدة الأساسية الا وهي هذه طبعا، ونبطرها بهالطريقة، بطلناها. بعدين ثبت القاعدة على السيارة، نثبتها بهالطريقة، مجرد ما ان نحطها وندزها على السيارة تثبت طبعا. من بعدها نطق الزر، نطق الزر هذا طبعا تشتغل بصورة إلكترونية من الريموت كنترول هالشكل هذا. هذا شكل السيارة. عملية سهلة وبسيطة جدا، ما تاخذ من وقتك دقيقتين. راح الطريق المفتاح طبعا، نضع المفتاح هنا ونلفها بهالطريقة ونسحب فقط. هالطريقة انتهينا من هالجزئية ونطفيها.